الميلان المتأثر بالغيابات، أبرزها غياب اللاعب إبرا إبراهيموفيتش. تصرف غريب في لقاء أهل دبي الحقيقة. هناك إبراهيموفيتش. هنا أمام تياجو سيلفا، الميلان يبحث عن الثلاث نقاط في هذه المباراة الصعبة مع استئناف على الدوري الإيطالي. استلام من روبينيو، روبينيو إلى كاسانو، كاسانو لعبة حلوة أوي، ترانزار. مهاجم الشعب استراسر امامنا الذي لم يكذب الخبر، الخبر ان الميلان سجل في هذه اللحظات عن طريق سيراليون استراسر امامنا عشان يخطف فريق نادي الميلان الانتصار الصعب امام فريق كان العنيد في هذه المباراه. لكن كاسانو، شوف كاسانو الكثافه الهجوميه اللي غابت طوال الشوط الاول، ما كانوش بيلعبوا براس حربة. مع نزول كاسانو، مع تواجد روبينيو في مكانه وباتو في مكانه، ياتي استراسر البديل اللي دخل في وسط الملعب، اللي دخل الحقيقه في هذه اللقطه. شوف كاسانو، شوف كاسانو، وادي امامنا يعني فيها وعليها، يعني المغرب يعدنا راجع بالتسلل، لكن امامنا هو روبينيو الى كاسانو، وكاسانو الى استراسر، واستراسر يضعها جميله جدا الحقيقه في هذه اللقطه. ادي امامنا الهدف للميلان، وادي امامنا لاعبي كاليري وروبينيو بيصع كره حلوه قوي لكاسانو، وكاسانو الى اللاعب استراسر، وهدف لصالح الميلان.